اتصدر الراب الأمريكي ماركوس مورتون الشهير بريدفيل الترند عالمياً خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما ظهر في آخر حفلاته وطالب بوقف إطلاق النار على غزة. فيل وجه صدمة للعالم الغربي كله واللي انتقدهم في كلامه لما عرض على الشاشة أسماء لكل الأطفال اللي استشهدوا في غزة، ووصف الغرب وأمريكا بالكذب والعنصرية. ريدفيل ظهر كمان في حفلته وهو لابس الشال الفلسطيني ورفع أعضاء فرقته علم فلسطين أثناء الحفلة. والحقيقة أنه فيديو ريدفيل كان ليه أثر كبير جداً عالمياً، لدرجة أنه تجاوز عدد مشاهداته وإعادة نشره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 10 مليون مشاهدة. If you don't got service, take a picture, write it the f*** down, all right? That's how you go back to the names. Can y'all say free Palestine? Free Palestine! Can y'all say free Palestine?